هنا واحد السلام عليكم متبعين قناه الطبخ مع عز عبدي، كيدايرين بخير لاباس عليكم؟ نتمنى نلقاكم صحه جيده وفي احسن الاحوال كيف ديما. كنشكروا جميع الاخوان والاخوات من ارض الوطن وخارج ارض الوطن على التفاعل الدائم ديالكم مع القناه، الله يحفظكم ويضمنكم وييسر اموركم كاملين بدون استثناء. العبدي اليوم جا وجاب النهار الاول في رمضان، الله يجعله مبارك مسعود عليكم، صوموا تعاودوا. شوفوا خير موجود في البلاد الحمد لله، كل نهار ورزقه. شحال من رمضان داز وشحال من رمضان باقي غيدوز. انا دابا جيت عند الدكالي، وا الدكالي وكاين شي رخاوله عنزيد بحالي 1000 ريال اللي بغى يحصرها العام 1000 ريال. الله يا ودي الله ودير لها غير 2000 ريال، راه كاين الماء هاي ما كاين والو، زعما راه كاين الجفاف. يعني الجفاف عندهم الجفاف هذا ما كاينش، كاين الخير ايوا الحمد لله. انا كنقول لكم شوفوا البنك كلشي كيتير، ياي مشيت الصباح ديال 8 كتباع بالملاير ماشي بالملايين. المهم مرحبا بكم، حنا جينا نتقداو ان شاء الله على جهدنا. شوفوا التحضيرات الرمضانيه انا ما عديش، كل نهار ورزقو. اه الا ما قديتش على جوج ندي عا وحده من هذه، وحده من هذه، وحده من هذه. وهنا درت العصير ليمونه كتخرج برميل ديال العصير، برميل ايوا مالي التحضيرات. انتما اش غتقولوا لسيدي ربي؟ واش كاينه شي ليمونه كتخرج 5 لتر ديال الليمون؟ نشربوا المحسن وناكلوه هكايا، اه نخلوا ريوقنا يهودوا فيهم الماء. انسان يضربوا راعي، ما تلعبوش على عقول الناس. الناس راه كاين اللي مسكين ما قاريش وما واعيش بحالي. حتى انا ما عمرني قريت، ما عمر السكويله ما دخلتلاش، شديت على ليسونس في الحقوق، قال لي عام نولي قاضي القضاء، ولكن الحمد لله عادي ما ندير بالقرايه، اللي قراتو ليا ما قراوش ليا الكتب. ولا قريت الراسي، اللي قريته في الكتب قريته الراسي، مريني بزاف الحوايج. وانا راه بنادم كيتم جاي من اللي كنقرا ليها عيني نعرفوا شنو بغا وشنو غيقول. الله شاهد عليا، مرحبا بكم. المهم كي قلت لكم انا راه درت التحضيرات ديال رمضان، كلشي خشيته في فريكو، تمن الماء ديال الوضوء، الصلاه صليت كلشي. الشهر ديال رمضان صليته قبل، انا صليته في شعبان، كنت كنصلي باش غادي ندور دابا. اه وايا راه لقيتهم تيعايروا فوق الهي والهي في السوق. هو خيي غايرين منك. اه لقيتهم، راه لقيتهم. فين هو المزاح؟ شحال؟ 600. اه المزاح كيقولوا لي في تونس البوصار. المزاح ترى نشوف المزاح. اللي ما تعرف المزاح هو هذا. أماليات المزاح. هو هذا المزاح. يلا تبعونا تنتقداو ونمشوا للخيمة. هنا ان شاء الله كيف ما كتشاهدوا ناخذ الديسير باش غادي نديروا العصير ديالنا. اي ليمونه كدير برميل ديال العصير، برميل ديال العصير. كيويه كدير هاد الكيوي شحال كدير من سطل؟ جوج سطوله ديال العصير. هذيك كدير جوج سطوله ولا ثلاثه؟ خابيه. المهم كدير خابيه. اما ليا التحضيرات والله اكبر والزروطه فيهم، راه النهار الاول في رمضان، حضروا لدنيتكم واخرتكم، حضروا لاخرتكم. هاتوما كيويه كلشي غناكلو نبيوق، كلشي غناكلو فريشك. ها الاناناس، ها اسمها لافوكا، ها الاجاص او البعويد، البرتقال، الليمون، كلشي، البنان، المانغ. دكالي مرحبا بنا عندك. مرحبا بك ابو عزيز. الشباب مبروك عليكم هذا السوق النموذجي، يكون مبارك مسعود ان شاء الله. هذا السوق راه بارد ولكن زوين. بارد كاين البرود. ايوا الحمد لله، هذا من فضل ربي. تبارك الله على الامين. الله يبارك فيك. مرحبا بكم كاملين هنا كيف ما كتشد. شنو هي هذه؟ هذه هي الغاليه. كلشي على الغاليه. 600 الكيلو. 600 الكيلو. السوق النموذجي هو هذا كيف ما كتشاهدوا، والله يجعله مبارك مسعود. رحنا الجمعة التصحيم، رحنا بدينا حنا نتقدموا، بدا فينا التقدم شوية. عملي ولا عندنا السوق النموذجي، الحمد لله سيدي ربي ونشكره. تحية للسلطات، تحية للمقدمين، تحية للشيوخ، تحية للسيد الباشا على المبادرة ديالتهم وعلى يعني الانجاز. راه بحد ذاته راه انجاز كنسمي انا بالنسبه ليا، ان الناس ما بقاتش خدامه عشوائي، عطاهم بلايص بخير وعلى خير. الله يوفقهم والله يسهل عليهم. انتما كيف ما كتشاهدوا هنا كلشي على الرونج روفر، كناخذ الرونج روفر باش كنتقدى ان شاء الله. خرجت معايا بناتي لالا السوسن ولالا كوثر، وتابعونا ان شاء الله تنكملوا.
الشاورة اودي هاي رمضان راه كي كثروا فيه تبارك الله المشاكل. خديت شوية ديال خديت على الكبسة ديال اللحم ديال البقري غنديرها في الطاجين نفطر بها بارك وعصير ديال الكيوي مخيمرة راه ما غيعجنوا بالحريرة غيطيبوها الله يجعل البركة اللهم ديما نعمة وحفظة من الزوال. ها تما تقدر يصباكم العبد الله ما فايتها هاي شنو هاي بغيريرات مع الزهرة بغيريرات ديال الزهرة خديت بغيريرات ديال الزهرة نسيت واحد السيدة جارتنا هنا كتصاوب بغرير زوين كتبيعو نعاونو بعضياتنا حتى حنا ملي كتكون عندهم شي لامة ولا شي عراس راه كيعيطو علينا راه تما كيخدمونا ويخلصونا حتى حنا نتعاونو مع الناس اللي خدامين يعني كيبيعو شي زاولة في شي مهنة اللي كيزاولو شي مهنة نتعاونو معاهم كلشي نتعاونو مع الخضار مع البقال مع الجزار مع الخضار راه هادي هي سنة الحياة حنا كلشي بغينا نديروه في الدار كلشي نخبزوه انا ما قاد على خباز رمضان هذا تبارك ضربني الفاخر وضربني الصاد وهامو الرونج روفر اصير عب شوي مولي عامر تاو هاي واحد المحل ديال المياه هو عندنا هنا في الجمعه كلشي بمياه رخال له المياه هاي الناس ديال الدول العربيه والسعوديه والله ما نهاركم شو عندنا هنا المحل ديال محمد بن الحويج من ورا رمضان عدو العرس ديال بنتهم مرحبا بكم هاي انا اللي غنطيب ليه ما شاد من عدو لا عرفو لا والو خايف علي لقاه يقول لي عزيز راه ما شادش من عندي العرفو كيقولوا لي عفون هاني وا الدراري والسلام عليكم وبارك عواشركم هنا رمضان كاين ثاني اودي يا كفات هاكا قول لي العيد الكبير الدراري قالوا لي رمضان ورمضان فات فيهم الزمايهر فيهم الزمايهر ما سايقين ما عارفينش فيلم المهم مرحبا بكم وسوقا وسوقا الشيفور وسوقا وسوقا الشيفور يا سوقا ودير كلا على الموتور وسوقا هو هاي ديما بوهم ناشط معايا السنسن ومعايا الكوثر اليوم دور معادي معاك كيفاش قلت يا مول كرويله؟ انا من عشتي في خارج من الكوكوز عامر عقلت كيفاش عرفت ولا ما عاود لي؟ قال لك هاي الدراري كانوا واقفين ما معشين رمضان ولا؟ في الفطار في الفطار ما معشين او خرجت من القميله هاي هزيت القميله كامله انا جيد دور معايا دور انا جيد هك والله العظيم اقسم بالله ماشي غنحذركم الدنيا هانيه عندي انا قلبيات انا كنت عايش عب وحدي بحال هاد رمضان الله شاد عليا كنطل من الشرجم نخرج الزنقه نقول لهم تعالوا تفطروا شكون اللي ما فاطرش تعالوا الدراري تفطروا معايا عادي جدا كل خير في دارو راه شهر الغفران وقف هنا وقف اخيمت انا راني ساكن قدام الحمام كنخرج من هنا نخرج الحمام حدايا الصالون كنتقاد نتكوفر بخير وعلى خير وندخل خيمتي الصالون عاد ديال الرجاله ما كندخلش الصالون ديال العيالات اي كندخل على الصالون ديال الرجاله ديال العيالات لا اوه صافي حيده بنيتي يلا بالسلامه عليكم هنا بوكم العام ديالنا رديت الحريره راه عندي العديد من المرات راه على القزبر كلشي المغاربه كيعرفوا لها القزبر الكرافس المعدنوس راه ما كاين لا اسهل طريقه ولا اسهل طريقه شدوا كلشي سدوا عليه خو علي المطايب وسدوه هنا الطاجين ان شاء الله فين غادي نصب كي قلت لكم انا جيت عكفيتها هاهي جهدي خديت 20 درهم ديال الكفته غنقسمها على على نوبتين هاي الجوده تفرق عليا ما انا غناكلو حنا الكفته ها تما البغرير ديال الزهره على مزيناتو بغرير زهره والكيوي باش ما تعرفونيش نكذب ها تما واحد القبطه ديال الربيع قبطه غدا السوق علاش انا خديت هادشي غادي باناج اليوم الخميس غدا الجمعه تصحيم يعني غدا السوق صافي نتسوق بالنسبه لهذا المخمار ياك هذا المخمار ها هو يعجنوه مواليات الخيمه ايوا صافي والكوزينه ديال تبوكم العبديه جديد لي جدا والبالي ما تفرطوا فيها شوفوا الفخار والمغربيات شوفوا الفخار شحال رد عليا السر وليت ديروا دوك الكوزينات ديال الشينوا اه تغبروا فيهم كلشي حتى حاجه ما بقات تبان وليتي تدخلي الكوزينه ما تعرفها كوزينه ولا سبيطار ديال النفسات شوفوا باكم العبديه تاع كوزينت هذا الفيديو دوزته حنا غنبقاو ها هما العواشق ها هذه السله اللي كنغسل فيها المواعن ها اللي غسلتهم فيها هي تسقطر هنا لتحت ايوا صافي ها الكوزينيير ها الفران هانتوما راه عندي فران بالكوزينيير ديالو حيد لي هادي ها هذا الفران كبير كنشوي فيه الحواله وهذا كوزينيير فيه 5 كوانين وهذا فيه 4 كوانين صافي هادشي اللي كاين
هنا العجانة ديال الضو فريدة من نوعها، هنا هي الفران، هنا الشباكية، هنا الشباكية ديال حنان هذه ديال سهام، هاي ديال سهام من دار البيضاء، الشباكية والمقروط عارفين ما كنشمش، عندي الحساسية من الشباكية في الزيت، الشباكية والمقروط والبشنيخة. شوف نهار فطور وجد نتلاقى في طبق تعض. وتحية الحنان، وتحية الحنان، وتحية الحنان خت سهام، سهام صيفطت الشباكية وحنان صيفطت ليا الهادي هاد الماكينة. أسير الله يعطيك تيغنيك حنان، وتحية لمي فاطمة، وتحية لبا محمد، وتحية لأي وعليكم كاملين الدرية اللي في اليوسفية ما عرفش سميتها. هانتم هادي راه فيها هنا فيها دراب، وفيها هادي ديال كطحن ميكسير كطحن صوبة بديالها، وهادي البصلة مطيشة بنادم هادي كطحنوه، بنادم اللي فيه السم اللي مسموم كطحنو هادي. هيا كلشي الموتور ديالها الغراف. تحية لك أنا حنان، الله يخلف عليك أختي، نردك بساعة الخير إن شاء الله، وتحية للزوج ديالك، وتحية لبنياتك، وتحية لمي فاطمة اللي وصلت لنا الصخرة، وهذه التاية ديال حنان، تحية لمي فاطمة. وهذا هو الشكل النهائي ديال فطورنا ديال اليوم، أول نهار في رمضان، طاجين ديال الكفتة ديال الغلمي على قد الحال، نقولو مسمنات معمرين على شكل كرواسون، وبسيطلات بحشوة اللي هي لذيذة وخطيرة في نفس الوقت، والبغرير المغربي، والحريرة في أول نهار ديال المغاربة، هذه ديالت المغاربة انتوما، الزبدة والعسل، صفوف باكم العبدي، هما هادو اللي نقسمت الطريقة اللي قلت لكم هذا بزيت الزيتون فقط، وهادو خليتهم ناشفين، وسوسرة محيحة والمخمار بالطبيعة بلدي ديال الدار، تميرات والمقروط ديال الأخت سهام من مدينة الدار البيضاء وجارتنا هنا في جمعة تحيم، تحية لها هي والأم ديالها مي فاطمة، وتحية لمي فاطمة، وتحية للأخت حنان القصر الكبير والزوج ديالها والأبناء ديالها، وعلى التتبع وعلى التفاعل. وهنا المغرب دوا، الله أكبر، مرحبا بكم وخيركم في ديوركم. مرحبا بك أمي، والبيض البلدي، هاي البيض البلدي ديال أمي جايبه من الدوار، ها هو البيض البلدي. صحتك. الله يعطيك الصحة، واتاي بالطبيعة المسوس والحلو. وأمي كي جاك طيابي وكي جاك فطوري، واش نعرف حق العصير، ما وريتهمش العصير، هذا العصير ديال الكيوي والليمون، الكيوي والليمون هذا من التحضيرات اللي حضرت، البرميل اللي حضرت قلت لكم ديال العصير، اي هذا البرميل اتاي من سطل حتى هوايا من داك السطل اللي حضرت، ايوا صافي. المهم لو الصلاه راه صليت قبيله، انا ساليت صافي. اللهم تقبل منا ومنكم، واجعلوا بالصحة والسلامة والهنا وطولة العمر وراحة البال، ورا رمضان العبادة ماشي الماكلة، هادشي كلشي بسيط. مخمار احنا كاع المغاربة كنديروا المخمار، البيض احنا كاملين المغاربة كنديروا البيض، البغرير احنا كاملين كنديروا البغرير، هانتوما الحريرة هي الحريرة، الشباكية والصفوف راه هادشي اللي ها فطور بلدي. بالنسبة لهادو راه عامرين غير بالدجاج والشعرية الصينية، بسيطلات عاديين ماشي حتى ديك البسطيلة اللي فيها، والورقة ديال الفيل واش كيقولوا ليها، هادو ديال نسيبتنا، هادو بالحق ديال نسيبتنا، كنشكروها تحية نسيبتنا، وها نسيبتنا باكم العبدي الفطور، هاي الفطور عدو اليوم فابور الحمد لله والشكر لله، مصاوب على السفوف، وها امي فطور فابور، امي جابت البيض، نسيبتنا صيفطت هادي، هادو صاوبهم الصقع ديال بوات بناتي، هذا حلبت البقرة، ومرحبا بكم وصافي هادشي اللي كاين. وهنا نتمنى الفيديو ينال اعجابكم، يكون عاد حسن الظن ديالكم، ومرحبا بكم خوتنا المغاربه والعز بكم، مرحبا بكم، خيركم في ديوركم وجوز فطروا معنا، مرحبا بكم.